ساعات قليلة بتفصلنا عن تطبيق التوقيت الشتوي في مصر. خلاص هينتهي العمل بالتوقيت الصيفي اللي بتطبقه الحكومة في محاولة منها لترشيد استهلاك الطاقة المختلفة زي الكهرباء والبنزين والسولار والغاز. ان شاء الله هنعرف في الفيديو ده اصل حكاية التوقيت الصيفي والشتوي وليه بنغير الساعة ومعلومات شيقة كتير. لكن للناس المستعجلة حضرتك مطلوب منك بكرة الساعة 12 بالليل بتأخر ساعتك ساعة يعني 60 دقيقة يعني تخلي الساعة 11 بدل 12 لأن يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر كل سنة ده بداية التوقيت الشتوي في مصر. تعالوا نعرف إحنا بنغير الساعة ليه. يبقى الحكومة بتفعل التوقيت الشتوي وبتأخر الساعة 60 دقيقة علشان تستفيد من الضوء الطبيعي للشمس خلال ساعات النهار الأقصر في الشتاء، عشان كده بتأخر الساعة وبالتالي بتخلي ساعات العمل ساعة بدري فتقلل استهلاك الطاقة من كهرباء وبنزين وغيره وبالتالي بتوفر في المصاريف. والتوقيت الصيفي والشتوي ده ليه قانون، قانون رقم 24 لسنة 2023 تم التصديق عليه من رئيس الجمهورية في 16 إبريل 2023، وبالتالي رجعت مصر لاعتماد التوقيت الصيفي من جديد بعد ما لغيناه السنين اللي فاتت. بيتم تغيير الساعة مرتين في السنة، المرة الأولى في التوقيت الصيفي وده بيكون الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، والتانية مع بداية فصل الشتاء وده بيكون آخر خميس في شهر أكتوبر، يعني آخر جمعة من شهر إبريل يبدأ التوقيت الصيفي وآخر خميس من شهر أكتوبر يبدأ التوقيت الشتوي وينتهي التوقيت الصيفي. وزارة الكهرباء بتقول ان اعتماد التوقيت الشتوي بيوفر 25 مليون دولار نتيجة توفير وحدات الغاز اللي بتستخدم في انتاج الكهرباء، بالاضافة لتوفير 1% من استهلاك الكهرباء، وبالتالي بتقدر توفر 150 مليون دولار في السنة. التوقيت الصيفي مش غريب على مصر، طبقناه اول مرة سنة 1957 كاجراء لتوفير الطاقة زي ما قلنا، واتلغى سنة 1975، يعني قعد من 57 ل75 مطبق، وبعدين رجعنا له سنة 1982 واستمر 3 سنين وبعدين اتلغى، واخيرا رجعنا له في 2023 زي ما قلت لحضرتك. طب عايزين نعرف مين صاحب فكرة التوقيت الصيفي ده. اول واحد اقترح فكرة التوقيت الصيفي ده كان امريكي الجنسية اسمه بنجامين فرانكلاين، وده كان سنة 1784، تخيلوا 1784. لكن الفكرة ما خدتش أهمية إلا في بداية القرن العشرين، وده لما اقترحها مرة تانية البريطاني ويليام ويلت، وده عمل مجهود علشان ينشر الفكرة. إن شاء الله بكرة الخميس الساعة 12 بالليل حضرتك بتأخر الساعة 60 دقيقة. كل عام وحضراتكم بألف خير.